السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الخير. نحن الآن بقرب مسجد عبد الرحمن بن عوف مع جمعية ولائية للشباب الغد المتميز، والتي تقوم الآن بتنصيب الخيم حتى يصل الزبون أو الذي ستقوم هذه الجمعية نقول الدم، يعني ما تلفت الكلمة. معنا أحد أعضاء الجمعية سيحدثنا. تفضل سي حسيني. سي حسيني معنا واحد من أعضاء يحكي لنا على العملية اللي راهم يدوك ينصبوا الخيمة. السلام عليكم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بالمناسبة أن المستشفيات راها ناقصة نقص فادح في بنك الدم، الدم ماراش موجود على مستوى المستشفيات. ارتأت جمعية شباب الغد المتميز ان شاء الله، حنا نتمنوا سكان عين تموشيت هما معروفين منذ القدم بالخير تاعهم والمساهمه في الاعمال الخيريه، حنا نتمنوا يجوا يساهموا ولو بخطره ان شاء الله. ونعطيهم العنوان وراكم الناس في الخير. حنا هاد اختارينا هذا المكان قرب مسجد عبد الرحمن بن عوف، مكان معروف على كل حال، الناس كاع تفوت منا. مرحبا بكم. حي بوضياف محمد، الشارع في حي بوضياف محمد. الشارع محمد بوضياف، بارك الله فيك. شكرا شكرا الله. شكرا للمعلومه. معنا كذلك الاخ الحاج بنيطو، واحد من اعضاء الجمعيه. تفضل قلنا كلمه الاخ راك مباشره مع الناس. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. اخواني اخواتي، رانا احنا نديروا في حمله تبرع بالدم. نحيطكم علما باللي السبيطارات راهم خاويين من الدم، سيرتو الزومر اللي راها ناقصه، ابي بوزيتيف ابي نيجاتيف. نطلبوا منكم ان شاء الله تساندونا وتعاونونا في هذا العمل الخيري. وجو رانا حدا جامع عبد الرحمن بن عوف مقابل جامع مسجد عبد الرحمن بن عوف. مرحبا بكم، ورانا نتاجروا مع الله عز وجل، الا ان سلعه الله غاليه. يعني مدى بكم، مرحبا بكم هنا، ودعمونا وتساندونا، والسلام عليكم. شكرا الله. نصبت الخيم الآن وننتظر الشاحنة نتاع البنك الدم، ننتظر تصل، ننتظر حتى الزبائن اللي ان شاء الله يدخلوا باش يشوفوا يعطيهم الدم.